بيتش وبابا كبير. بواكي ثاني أكبر مدينة في كوت ديفوار بعد العاصمة الاقتصادية أبيجان، تعيش كبقية المدن الأخرى على إيقاع كأس أمم إفريقيا. الأجواء رائعة والمشاعر حارة، نقول مرحبا بكم أكوابا للجميع، نحن سعداء باستقبالكم هنا في مدينة بواكي. أحب رياض محرز كثيرا وأتابعه منذ أن كان في المان سيتي. هناك سليماني بنجاح، نعرف جميع نجوم المنتخب الجزائري، نتابعهم وأنا من أنصارهم. ماما ميسيان فان دازيري. الكل هنا ضبط ساعته على موعد الحدث المهم الذي يجلب له الزوار من كل بلد، فساكنة المدينة قابلوا ضيوفهم بصدر رحب وصوت الفوتزيلا يصدح في كل مكان. سنناصر الجزائر هنا في بواكي، الجميع ينتظر ضربة انطلاق الكان، ويوم 15 سننتقل إلى الملعب لتشجيع المنتخب الجزائري. المدينة تزينت بالرايات الإفريقية، إذ تحول بعض المهتمين إلى باعة للقبعات وأعلام المنتخبات الوطنية. بعد أن كان الهدوء يخيم على مدينة بواكي، ها هي الآن تكتسح حلة الكان قبل ساعات فقط عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023. سفيان مهني، التلفزيون الجزائري، بواكي.